طبعا اظن كلنا عارفين وشايفين من وقت للتاني في هناك العديد من الاثار المصريه بيتم استعادتها، وفي لجنه كبيره لاستعاده هذه الاثار، وفي حاجات كتير بدات ترجع بالفعل. بس يمكن زي ما نقول لك كده، ايه، في حاجات بنعتبرها من ضمن درر التاج زي ما بيتقال كده، او من ضمن جواهر التاج. حجر رشيد، الجماعه البريطانيين خدوا حجر رشيد عندهم ليه؟ معرفش. وبعدين أنا أفهم طبعا أنه أي دولة في العالم عندها قطعة بهذه الأهمية أكيد هتفضل مثبتة فيها. جهود كبيرة جدا بتبذل لاستعادة هذا الحجر وعودته إلى مصر سالما غانما. حاجتي موجودة بره ليه؟ طيب، في محاولات، لو صح التعبير، ما بين قوسين، إلكترونية لاستعادة حجر رشيد لمصر بعد سنين طويلة من وضعه في المتحف البريطاني. متخصصين ومثقفين ومهتمين بيوقعوا على وثيقة لإعادة هذا الأصل المصري بامتياز، ولا زال التوقيع مستمرا. خلوني أخذ معايا على التليفون دكتور علي أبو تشيش، خبير الأثار المصرية وعضو اتحاد الأثريين العرب. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا دكتور. عامل إيه يا دكتور؟ أهلا بكل مشاهدينا. وحشنا قد الدنيا. وانت كمان وحشني جدا والله. طمني على البيتيشن او العريضه الالكترونيه اللي بتتعمل لاستعاده يعني الحجر. احنا بنشكر حضرتك انك يعني كنت مع حضرتك مره وتشرفت بوجود حضرتك، وحضرتك وقعت على الوثيقه خاصه. تفتكر وصلنا دلوقتي ل 250 الف الوثيقه الشعبيه. هايل. فبنطمح ان نوصل لحد مليون عشان نقدر نعمل ضغط شعبي على المتاحف زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان المتحف البريطاني مثبت، لان حجر رشيد زي ما حضرتك عارف اكتشف في مدينة رخيت اللي هي تسمت رشيد بعد كده 1799 في قرية سان جوليان، وبعد كده البريطانيين زي ما حضرتك عارف أخذوك غنيمة حرب من الفرنسيين بعد هزيمة الفرنسيين. فطبعا يعني احنا الوثيقة الشعبية زي ما حضرتك عارف احنا ماشيين فيها، لكن في وثيقة تانية اتعملت ان هم قالوا ان احنا مش هنقدر بالوثيقة الشعبية نرجع الحجر، فلازم نعمل وثيقة لازم تتوقع من 100,000 واحد عشان تروح مجلس العموم البريطاني، واللي وقع عليها العرب اللي قاعدين في بريطانيا او اصحاب الجنسيات الانجليزيه. فالوثيقه دي وصلت ل 4,500، فالمفروض ان احنا ماشيين في الاتجاهين يعني. جميل. طب هل الوثيقه الاخرى ممكن تبقى، او الوثيقه بتاعت العرب والمصريين المقيمين او اصحاب الجنسيات البريطانيه، من الممكن انها تبقى اقوى من الوثيقه الشعبيه؟ هل زي ما حضرتك قلت اقوى عشان هم القانون لازم يتغير، هم قالوا مش هنقدر نرجع حجر رشيد ده الا اذا اتغير القانون، فالقانون لازم يتغير في مجلس العموم البريطاني، فلازم عشان يتقدم الطلب يكون مقدم 100,000 واحد من العرب المقيمين اصحاب الجنسيات او الانجليز، فده هيبقى برضو بمثابه حاجه كويسه جدا جدا لو اتغير القانون، عشان هم مش هيسمحوا ان هم يرجعوا الحجر الا بالطريقه دي. طب يا دكتور، هنا برضو ممكن يجي على بالي سؤال اخر متعلق باعضاء مجلس العموم البريطاني النواب. في منهم من اصول عربيه، وما اظنش، انا مش ما عنديش يعني يقين اذا كان في حد من اصول مصريه ولا لا، بس هل من الممكن التواصل مع بعض هؤلاء الاعضاء اللي هم من اصول عربيه، واذا كان في منهم مصريين؟ بس انا عارف انه في كمان مصريين أعضاء في الحزب الحاكم، حزب المحافظين، بل أنهم من كبار أعضاء حزب المحافظين. هل من الممكن أن احنا نعمل لوبي زي ما بيتقال لتقديم هذا التعديل التشريعي أمام مجلس العموم البريطاني، بحيث أن احنا نقدر نستعيد هذه القطعة؟ يا ريت من خلال منبر حضرتك المحترم وتأثير حضرتك أن البيتيشن ده حضرتك تعرضه والناس تقدر توقع. أنا بقول لحضرتك وصل 4,500 وده رقم كويس يعني، بس احنا عايزين كل مدى ان احنا ننشط وان احنا نعلن كل مدى ونبعت لي لو حضرتك مثلا اكيد حتى تعرف تتواصل مع حد هناك او العرب المقيمين او الانجليز بداوا يوقعوا، لان زي ما حضرتك عارف الرئيس الفرنسي ماكرون قالت ان اثار افريقيا كلها طلعت عن طريق الاستعمار ولازم نرد الاثار دي. صحيح. احنا عايزين يعني مش عايزين كل الاثار زي ما حضرتك عارف، احنا عايزين القطع الهامه اللي هو حجر رشيد، الزودياك في اللوفر، في سيتي، تمثال عنخ خاف،
الحاجات الفريده اللي عشان تتعرض في المتحف المصري الكبير اللي هو اعظم واهم مشروع شغال في القرن ال21، لان طيب. الحجر ده مهم جدا 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 لانه بيمثل الهويه المصريه اللي اتفك من خلاله رموز حجر رشيد اللي نورت والحجر بدا يتكلم وبدانا نعرف التاريخ بتاعنا هو ايه. صحيح. طب دكتور علي، علشان انا عايز اساعد في ان احنا نروج لهذه الوثيقه الموازيه اللي هي متعلقة بأصحاب الجنسيات البريطانية من أصول مصرية وعربية، إيه الموقع اللي ندخل عليه وبناء عليه نبدأ نشتغل أكتر على أنه لو في حد مننا عنده معارف من المصريين أو العرب أصحاب الجنسيات البريطانية نبعت لهم اللينك ونقول لهم هو ده وحاولوا توقعوا عليه وما إلى ذلك؟ هي مع الأستاذة مي عند حضرتك وأنا هبعتها لحضرتك برضو. أوكي. ويعني وإحنا عارضين منها على الشاشة. اتفضل يا فندم. احنا عرضناها اهو، خلاص عرضناها على الشاشة. اه جميل. اه يا ريت والله، ان هو ده البيتيشن واحنا دلوقتي 4500 حوالي، فيا ريت لو الناس اللي هي في بريطانيا تكون سمعانا ومجلس العموم البريطاني نقدر ان احنا نوصل ل 100,000، فبالتالي نقدر ندخل هذه الوثيقة بال 100,000 توقيع لمجلس العموم البريطاني ويتوافق ان احنا بالتالي نقدر نرجع نعدل القانون ويرجع حجر رشيد، وتكون دي خطوه مهمه جدا جدا لاسترجاع الهويه المصريه ورجوع حجر رشيد يزين المتحف الكبير ان شاء الله قريب، هيكون افتتاح عظيم جدا جدا. طيب وانا استاذنك ابعتها لي على تليفوني وانا هحاول ان انا اتصل ببعض الشخصيات المصريه البارزه في بريطانيا واللي هم عندهم جنسيات بريطانيه بحيث ان احنا نشوف ايه اللي ممكن نعمله لتشكيل هذا الضغط المتاح والقانوني والدستوري وما الى ذلك، يعني عشان نقدر نستعيد هذه القطعه الهامه جدا بالنسبه لنا. تعالى يا فندم بنظر حضرتك، وانا انتظر حضرتك برضو الوعود بتاعت حضرتك في سقاره تيجي تنورنا طبعا تشوف الشغل اللي احنا عاملينه. هاجي بس بيني وبينك انا تراجعت بسبب الحر، سني كبر ما بقتش استحمل الموجات الحره دي. لا يا فندم كلك شباب وان شاء الله تنورنا. ربنا يخليك يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور علي ابو تشيش خبير الاثار المصريه وعضو اتحاد الاثريين.